we have from Jordan, Mohammed. Hello. You're gonna tell us all about it, but first, tell us a little bit about yourself. This is my full name. Wow. Wow. Are you serious? 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Can you please say it for us? My full name is Mohammed Sadiq Hussein Al-Day. And I hear that you are the only DJ that broadcasts in Arabic in Korea. Audience, that's true. By saying, مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا. نحن اليوم في برنامج Bring It On مع جميلة الجميلات شين آيون. أصدقائي العرب أهلا وسهلا بكم أنا صادق ومع زميلتي قمر ومعنا اليوم الفرقة XID العضوة التي تبدو أكثر جمالا على التلفزيون من الواقع هيبيو. ما هي العضوة يعني الأكثر كلاما أو ثرثرة؟가장 수다스러운 멤버. 하나, 둘, 셋. 수고하셨습니다. بكم في البداية نرحب في فرقة BTS ونريد أن نسألكم ما هو شعوركم وأنتم تقفون اليوم أمام المعجبين العرب. معك قمر وصادق ونحن الآن في لقاء مع فرقة بانغدان سونيوندان BTS. السلام عليكم. ليست كذبة هذا الحقيقة نحن الآن معهم. وهم يريدون أن يعرفوا إذا كان لديك أي سؤال. كان الوقت لكي نرقص ونغني على عمل كيبوب. نعم وبصراحة قد اطلعت على الإحصاءات التي نشرها الموقع وسأكشف لكم مستمعين عن الحسابات. هذه الأيام يعني يتساقط فيها الثلوج. يأتي والله الكثير من العرب لزيارة كوريا مثلي أنا عندما يعني جئت إلى كوريا أول مرة استمتعت بالثلوج. 한국 생활 3년 차 서울대 대학원생으로 KBS 월드 라디오 DJ로 바쁜 나날을 보내는 요르단 청년 모하마드 사디크. 말레이시아 사람들에게 한국은 어떤 면이 매력적인 여행지일까요? Why did you come to Korea? 그때 가수는 모하마드인가요? So let's sing together. It makes it one of the happiest memories in Korea. Okay? Every sha-la-la-la, every wo-wo-wo. 외국인들이 한국에서 있는 강원 좋은 인상을 올해 무슬림 관광객이 많이 찾는 여행 명소라고 하네요. 알라이 스토파크 تجري محادثات في واشنطن. توقعات بأن تؤدي عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية لخفض صادراتها إلى النصف. كوريا الشمالية تسير المزيد من الطائرات من دون طيار في المنطقة المنزوعة السلاح. آن يجدد تأكيد رفضه تشكيل ائتلاف المعارضة. ستتوجه الرئيسة باك كون هي إلى واشنطن يوم غد الأربعاء لحضور قمة الأمن النووي وإجراء سلسلة من محادثات القمة مع زملاء الولايات المتحدة والصين واليابان على هامش قمة الأمن النووي. وأعلن مكتب الرئاسة في سيول اليوم الثلاثاء بأن الرئيسة باك ستعقد لقاء قمة مع الرئيس باراك أوباما قبيل عقد الحوار النووي متعدد الأطراف الذي يستمر لمدة يومين يبدأ يوم الخميس القادم. وأوضح رئيس سكرتاريا الأمن والدبلوماسية كيم كيو هيون أن لقاء باك وأوباما سيؤكد على استعداد الدفاع المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وإجراء